الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي، نكمل المحاضرة الأولى بأمثلة على ما تناولناه في المحاضرة الأولى من صيغ رياضية وتعريفات لدالة الجوينت سي دي اف والمارجنال سي دي اف. إذن الآن الإكسامبل لإكس أند واي آر تو ديسكريت راندوم فاريبلز ويز ذا فولوينج بي ام اف. عندنا x و y هما متغيرين عشوائيين متقطعين، اذا هما يمتلكون هذه الداله. هذه الداله هنا نقصد بها زوج مرتب x و y، لما ال x يساوي 1 ال y 1، قيمه ال f of x هي 1 على 16، وهكذا لما 1 2 هي 1 على 16، لما 2 على 4 هي 1 على 16، لما 3 على 3 هي 3 على 16، واذروايز فيما عدا ذلك الحالات اللي ما مذكوره هي تكون عندي صفر. اذا المطلوب الاول هو داله السي دي اف، الجوينت سي دي اف. المطلب الأول هو الـ f of x و y اللي هو عبارة عن الـ probability of x less than or equal x و y jointly الـ y less than or equal y، وهنا نعني بالـ x small والـ y small هي given values اللي هما بالحقيقة يساوينا summation الـ u يساوينا من minus infinity to x summation الـ v تساوي من ماينس انفينيتي الى اليو الواي اف اوف يو وفي. اذا بالنسبه للمثال مالتنا الاف اوف اكس وواي راح يساوي لنا سميشن اليو، راح يساوي لنا من الواحد باعتبار انه اقل قيمه هي قيمه الواحد الى الاكس، والواي الفي تساوي لنا من الواحد باعتبار ايضا قيمة الواي اقل قيمة هي الواحد، و up to the y ال f of u و v. الان نبدأ بالقيمة الاولى، ذلك يؤدي الى انه ال f of هسه احنا عندنا ال x تساوينا 1 2 3 4. ليش؟ لانه الازواج المرتبة الاولى 1 1 وآخر رقم هو 4، إذن 1 2 3 4، والواي بنفس الوقت يساوي لنا 1 2 3 4 من خلال أن نقرأ الأزواج المرتبة بجهة الواي، هو هذه هي القيم. إذن الآن نحن مدعوين إلى أن نجد الدالة، طبعا مثال على ذلك أنه صفر، لما الإكس يساوي لنا صفر والواي يساوي لنا صفر، هذا أخذناه يساوي لنا صفر باعتبار أنه سبق وأن أخذنا قاعدة، أنه قلنا القاعدة تقول أنه الـ f of minus infinity والـ y يساوي لنا صفر، والـ f of y والـ minus infinity يعني minus infinity y يساوي لنا صفر، والـ f of x و minus infinity يساوي لنا صفر، يعني أقل من أقل قيمة يساوي لنا صفر، لأن هذا أقل من أقل قيمة اللي هو الواحد أقل قيمة، فالأقل منه صفر صفر. وأيضا كل زوج فيه يكون إما الـ x صفر أو الـ y يساوي لنا صفر، يكون واحد. إذن الـ f واحد صفر أيضا يساوي لنا صفر، وبنفس الوقت أنه الـ f of الصفر والاثنين يساوي لنا صفر، والـ f of الصفر والثلاثة يساوي لنا صفر، والـ f of صفر وأربعة يساوي لنا صفر، وبنفس الوقت الـ f of لما الـ x يساوي لنا قيم يعني واحد بصفر يساوي لنا صفر، أيا منهم يساوي لنا قيمته صفر تكون قيمة الـ CDF يساوي لنا صفر، وهكذا بالنسبة للـ f of 2 بصفر يساوي لنا صفر، والـ f of 3 بصفر يساوي لنا صفر، والـ f of 4 بصفر يساوي لنا صفر. إذا خلصنا من هذا، لما يكون احدهم يساوي صفر او اثنيناتهم يساوي صفر. المره الاخرى انه بواحد واحد، لما الاكس واحد والواي واحد، هذا راح يساوي لنا سميشن اليو يساوي لنا من الواحد والاكس واحد، هذه قيمه اكس، هذا هي عباره عن اكس وهذا عباره عن واي، اذا اليو راح يساوي لنا من الواحد للاكس بهذه الصيغه، والفي راح يساوي لنا ايضا من الواحد للواحد. الآن الـ f of u و v ويساوي لنا، إذا لما الـ x يساوي لنا 1 أو الـ u يساوي لنا 1، راح يصير عندنا f 1
واحد بلس الاكس واحد واليو واحد والفي واحد، اذا ما عندي الا قيمة واحدة، والاف واحد واحد هي هذه موجودة عندنا في الجدول، هذه هي قيمة الاف واحد واحد اللي هي قيمتها واحد على 16، اذا واحد على 16. الآن نأتي إلى القيمة الأخرى وهكذا. الـ F of لما الـ X يبقى واحد والـ Y يصير عندنا 2 راح يصير عندنا summation. الـ U راح يساوي لنا من الواحد المن للواحد لأنه الـ X واحد، بينما الـ V راح يساوي لنا من الواحد للاثنين لأنه هنا قيمته أصبحت عندي 2، الـ F of U و V، والآن راح يساوي لنا لما الـ X يساوي لنا 1 إذا هو 1 ب 1، والدور يرجع الـ Y ياخذ قيمة 2، إذا الـ F of 1 ب 2، والنتيجة راح تكون عندي 1 على 16 زائدا 1 على 16 ويساوي لنا 2 على 16. 1 1 1 2 إذا 1 2، شوف ايش قد موجودة بالجدول، هذا واحد اثنين واحد واحد وواحد اثنين، يعني يصير عندنا 2 على 16. والآن الـ F of لما واحد بثلاثة راح يصير عندنا summation، الـ U يساوي لنا من واحد إلى واحد، summation الـ V يساوي لنا من واحد إلى ثلاثة، أو راح يصير عندنا الـ F of U و V، وراح يكون عندنا لما اليو اكيد ياخذ بس قيمه واحد، اذا الاف اوف واحد، والواي ياخذ من الواحد للثلاثه واحد واحد بلس اف اوف واحد واثنين بلس اف اوف واحد وثلاثه، اللي واقعا الواحد واحد هو واحد على 16 بواحد على 16 بواحد على 16 ويساوي لنا ثلاثه على 16. الـ F of 1 4 راح يساوي لنا summation، الـ U يساوي لنا من 1 إلى 1، والـ V تاخذ كل القيم من 1 إلى 4، F of U و V راح يساوي لنا F of 1 1 plus F of 1 2 plus F of 1 3 plus F of 1 4، وبهالحالة راح يساوي لنا 1 على 16 بلس 1 على 16 بلس 1 على 16 بلس 1 الواحد على 4 ايضا 1 على 16، راح يصير عندنا المجموع هو 4 على 16. الان الاكس ثبت 1 والواي اخذ قيمه 1 2 3 4، الان الاكس راح يساوي لنا ايش قد؟ راح يساوي لنا 2، والواي راح ياخذ كل القيم 1 2 3 4، فراح نشوف الاف اوف الاكس لما يساوي 2 والواي راح يساوي لنا 1، راح يصير عندي سميشن اليو يساوي لنا من 1 الى 2، الفي يساوي لنا من 1 الى 1، اف اوف يو وفي، وراح يصير عندنا الاف اوف 1 1 بلس هنا فقط ياخذ 1 يرجع اليو ياخذ 2، راح يصير عندي الاف اوف 2 1، ويساوي ان الواحد واحد هو عبارة عن واحد على 16، والاثنين واحد ما موجود بالجدول اعلى، اذا قيمته صفر لان ضمن الاذروايز بلس صفر، راح يصير عندنا واحد على 16. الاف اوف 2 الاكس يبقى ثابت الاكس، والواي بدي يزداد واحد واحد 2 2، راح يصير عندي سميشن اليو من واحد الى 2، والفي ايضا راح يصير عندي سميشن الفي من واحد الى 2، الاف اوف يو وفي راح يصير عندي الاف اوف واحد 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 بلس اف اوف واحد 2، يعني الواي ياخذ دورتين، نرجع اليو ياخذ الدوره الاخرى، الاف اوف 2 1 يرجع الفي ياخذ 1 بلس الاف اوف 2 2، وبهالحاله راح يساوي لنا 1 على 16 الواحد 1، وواحد 2 هو هم عبارة عن 1 على 16 بلس الـ 2 1 راح يصير عندنا 0 2 1، والـ 2 2 هو عبارة 2 على 16، والناتج راح يكون عندي 4 على 16. الآن
الاف اوف لا زالت الاكس هي 2 والواي راح ياخذ عده 3 راح يصير دي سميشن اليو يساوي لنا من 1 الى 2 والفي راح يساوي لنا من 1 الى 3 اف اوف يو وفي راح يصير عندي اف اوف 1 1 بلس اف اوف 1 2 بلس اف اوف 1 3 خلصت الدورات الواي من الواحد للثلاثة. إذا يرجع اليو يأخذ القيمة الثانية f of 2 1 ال f of 2 2 f of 2 3. إذا بهالحالة راح يصير عندي 1 على 16 الواحد 1 الواحد 2 1 على 16 الواحد 3 1 على 16 الاثنين 1 0 الاثنين 2 2 على 16 والاثنين 3 هو 1 على 16 والناتج راح يكون عندي 3 و 2 5 و 1 6 على 16 ال F of 2 4 summation ال U يساوي من 1 إلى 2 ال V يساوي من 1 إلى 4 F of U و V يساوي لنا F of 1 1 plus F of 1 2 plus F 1 3 بلس اف اوف 1 4 والان من خلصت دورات الفي من 1 ل 4 يرجع الاكس ياخذ 2 2 1 اف اوف 2 2 اف اوف 2 3 بلس اف اوف 2 4 بهالحاله راح صار عندنا 1 على 16 بلس ال 1 2 هم ايضا 1 على 16 بلس ال 1 على 3 1 على 16 بلس الواحد أربعة واحد على 16 بلس الاف اوف 2 1 0 الاثنين 2 2 على 16 الاثنين 3 1 على 16 والاثنين 4 يساوي لنا 1 على 16 وراح يصير عندي هنا 4 وهنا عندي 2 راح يصير عندي 6 و2 راح يصير عندي 8 على 16 متأكد منهم 1 2 3 4 و2 6 و2 8 على 16 نأتي إلى الـ F of الآن الـ X خلص يعني وصل للـ 2 والـ 4 إذن الـ X هالمرة ياخذ عندنا 3 والـ Y ياخذ دورة كاملة 1 2 3 4 فراح سعدي 3 1 أولا نبدأ به فراح سعدي summation الـ U يساوي لنا من 1 إلى 3 والسميشن الـ V يساوي لنا من 1 إلى 1 F of U و V راح يصير عندنا الـ F of 1 1 plus يروح للـ V الـ V خلص الدورة مالته 1 يرجع على U يصير عندي الـ F of 2 1 أيضا خلصت دورة الـ V يرجع للـ U يصير عندنا سميشن الـ F سوري مو سميشن plus الـ F of 3 1 الان ويساوي لي هذا واحد عفوا يساوي هنا عندنا مجال 1 على 16 بلس 1 على 16 وال2 1 0 وال3 1 0 والنتيجه 1 على 16 الان الاف اوف 3 2 مباشرة بعد ما اكتب القانون راح يصير عندي هو الـ F of 1 1 plus الـ F of 1 2 plus يعني وقف الـ Y الـ F of 2 1 الـ F of 2 2 plus هسه الـ U ياخذ 3 3 1 plus الـ F of 3 2 الآن يرجع الـ U ياخذ 3 ياخذ كملت عندي عفوا آخر شيء عندي 3 ب 2 كمل عندي لأنه كملت الدورة يساوي لي 1 على 16 بلس 1 على 16 بلس 2 1 هذا 0 2 على 16 بلس 3 1 0 3 2 0 ويساوي لنا 4 على 16 ال F of 3 3 راح يساوي لنا F of 1 1 F of 1 2 F of 1 3 plus F of 2 1
f of 2 2 plus f of 2 3 plus of هسه من يوصل للثلاثة يرجع ياخذ ال u ياخذ 3 3 1 plus f of plus f of 3 2 plus f of 3 3 الان 1 1 1 على 16 1 2 1 على 16 1 3 1 على 16 2 1 0 2 2 2 على 16 2 3 0 3 1 0 بلس طبعا هاي من الجدول بس انا يعني القيم واضحه بالنسبه لي انا يعني حافظ هذه القيم انت في كل مره تروح تراجع الجدول وتاخذ قيمه كل احتمال كل اف اوف اف من الجدول فوصلنا عندنا الى الاف اوف 2 3 0 3 1 0 3 2 1 على 16 1 على 16 3 3 هي 3 على 16 الان الناتج مالتنا راح يكون عندنا هنا عندي 3 و2 5 و1 6 و3 راح يصير عندي 9 على 16 9 على 16 3 و1 4 4 و2 6 و3 9 الان عندي ال f of من وصلنا ل 4 ال x راح يصير عندي 4 وال y راح ياخذ عندي 1 2 3 4 فراح يصير عندي ال f of 4 واحد راح يصير عندي f of الواحد واحد plus f of 2 واحد plus f of 3 واحد plus f of 4 واحد وهنا ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي الواحد واحد واحد على 16 هنا 0 هنا قيمة 3 واحد 0 4 واحد 0 يساوي لي واحد على 16 وال f of 4 2 راح يساوي لي f of 1 1 plus f of 1 2 plus f of 2 1 plus f of 2 2 plus f of 3 1 plus f of 3 2 plus f of 3 4 1 plus f of 4 2 نشوفها يساوي لنا الاول 1 على 16 1 2 1 على 16 2 1 0 2 2 2 على 16 3 1 0 3 2 0 4 1 0 4 2 0 والناتج عندي 4 على 16 الآن ال f of قلنا ال x 4 هنا ال y راح ياخذ 3 راح يصير عندي f of 1 1 1 2 f of 1 3 f of خلص عندي 3 راح ال u ياخذ 2 او ال x ياخذ 2 راح يصير عندي 2 1 2 2 2 3 خلاص وصل لل 3 اذا هسه يبدي يغير اليو ياخذ 3 اذا 3 1 3 2 بلس اف اوف 3 3 الان اليو يرجع ياخذ القيمه 4 4 1 4 2 4 3 4 3 الآن يساوي 1 1 1 على 16 1 2 1 على 16 1 3 1 على 16 2 1 0 2 2 2 على 16 2 3 1 على 16 3 1 0 3 2 0 3 3 3 على 16 الأربعة 1 0 الأربعة 2 0 الأربعة 3 0 يساوي أو هنا نخليه يساوي يساوي 1 2 3 و 2 5 و 1 6
وثلاثة تسعة، الناتج راح يكون عندي تسعة على 16، وبقى عندي ال فقط أتأكد منها 4 3، إذن 1 على 16 هنا 0، هنا 2 على 16 هنا 1 على 16 هنا 0، هنا 0، هنا 3 على 16، وهنا 4 1 4 2 4 3، راح يكون عندنا كلها 0 0، إذن 9 على 16، إذن وصل عندي ال f of 4 4، راح يصير عندي ال f of مجموعهم كلهم 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 سوري ما عندنا 5، راح يصير عندي 2 1 2 1 2 2 2 3 بلس ال f of 2 4 بلس ال f of 3 1 3 1 3 2 f of 3 3 f of 3 4 f of 3 راح يصير عندي 4 4 1 4 2 f of 4 3 واخيرا f of 4 4، راح يساوي لنا 1 على 16 1 على 16 1 على 16 1 على 16، 2 1 0، 2 2 2 على 16، و 2 3 1 على 16، وال 2 4 1 على 16، وال 3 1 0، وال 3 2 0، وال 3 3 3 على 16، وال 3 4 1 على 16، والأربعة واحد صفر، والأربعة واحد الأخرى الأربعة 2 0، والأربعة 3 0، والأربعة 4 هو 4 على 16، فيكون المجموع هذا 4 على 16، 1 2 3 4، و2 6 و1 7 و1 8 و3 11 و1 12، وأربعة يصير عندي 16 على 16، ويساوي لنا 1 اللي هو آخر دالة موجودة عندي. أعزائي الآن جاءت مرحلة تكوين جدول السي دي اف. هذا جدول السي دي اف طبعا عندي هنا المتغير واي، وهنا عندي المتغير اكس. هنا الواي لما يكون أقل من أقل قيمة أقل من الواحد، الواي أكبر أو تساوي الواحد أقل من 2، إلى أن نصل إلى الواي أكبر أو تساوي 4، وكذا بنفس الحال بالنسبة للإكس أقل من الواحد أكبر أو تساوي الواحد. إذن بالنتيجة الواي لما تكون أقل من الواحد هي عبارة عن صفر، لأنه أقل من الواحد بالمتقطع هو الصفر، والواي لما تكون أكبر أو تساوي واحد يعني أكبر أو تساوي واحد يعني واحد، أقل من 2 يعني واحد، أكبر أو تساوي 2، أقل من 3 يعني 2، وأكبر أو تساوي هكذا هذا. وبالنسبة للإكس بنفس الأسلوب، لما أقل من الواحد هي صفر، ولما أكبر أو تساوي الواحد وأقل من 2 يعني هي الواحد، ما عندنا هو قيمة متقطعة ما بي أجزاء القيمة، فبالتالي هذه القيمة هي الـ f of 0 0، جايتني من 0x 0y. هنا 0 1 جايتني من 0x من 0x، هذا 0x و1y، وهنا 0 4 من 0x و4، وهكذا. بالنسبة لهذه القيمة على سبيل المثال جايتني من 2، جايتني من 2x تساوي 2 يعني هذا الـ 2، والواي تساوي 2 هذا الـ 2، في الـ f of 2 2. هذا الجدول إذن بعد ما عرفنا أنه شلون تركب من اكس وواي، إذن الآن علينا الصف الأول، علينا أن نستذكر هذا الصف الأول يتعلق بالبروبرتي الأولى اللي قلنا الـ f of minus infinity وواي دائما يساوي لنا صفر. قلت لكم الماينس انفينيتي هو اقل من اقل قيمه، يعني نقصد بها اقل من اقل قيمه لاكس. احنا اقل من اقل قيمه لاكس ايش قد؟ اقل قيمه لاكس هي واحد، هذا ميني اكس هي الواحد، اقل قيمه منها اللي هو الصفر. اذا
فبدل الماينس انفينيتي اذا صار الصفر، فبما ان الاكس كلها صفر هنا شطاني راح تكون هذه القيم كلها صفر. اما بالنسبه هذا المقدار اللي هي اللي ايضا البروبرتي الثانيه بالنسبه لداله السي دي اف اللي قلنا هي عباره عن انه الاف اوف الاكس والماينس انفينيتي ايضا تساوي لنا صفر، وبهالحاله كل واي كل قيمه، وقلنا هذه الماينس انفينيتي هي اقل من اقل قيمه يعني اقل من الواحد اللي هو ايش قد يساوي لنا الصفر، فبالتالي كل قيمه واي تساوي لنا صفر هنا أنا راح تكون عندي الداله تساوي لنا صفر. اذا الان احنا جبنا هاي الارقام اللي حصلناها بعد هذه العمليات التكراريه بحساب السي دي اف وشفنا وصلنا الى هذه النتيجه. قلت لكم السر الاول دائما جدول السي دي اف راح يصير عندنا، ووضحناه لكم من خلال العمود الاول راح يكون كله عندي اصفار، والصف الاول راح يكون عندي كله اصفار، والقيم الاخرى نزلناهم كل قيمه مقابل قيمتها. مثلا المهم عندي الاف اوف 4 4 هذه اللي صارت هذه قيمتها هي الاف اوف 4 4، وهنا الأربعة مثلا 2 الأربعة 0 كانت هذه هي قيمة الأربعة 0، والثلاثة 1 نقدر نقول هذه هي قيمة الثلاثة 1 اللي هي يعني قصدي الثلاثة اكس بواحد واي اللي هي 1/16، وهكذا بالنسبة هذه القيم هي تحصيل حاصل حصلناها من القيم اللي حصلناها في أعلاه. إذا الآن ننتقل يعني بعد أنه شفنا هذا الشكل الشكل الفورمال الرسمي وفقا للقوانين حصلنا على دالة السي دي اف، أيضا صارت عندي فكرة أنه هنالك فكرة ميكانيكية يعني قد ما تجدونها بالكتب ولكن تسهل لك تعطيك الحل دقيق وسريع جدا. يعني هذه الخطوات كلها أقدر أختزلها بالطريقة الآتية، راح أعلمكم على طريقة أخرى ممكن تكون مجدية بالامتحانات ونتيجتها مضمونة وأيضا لحل بها يأخذ بها درجة كاملة، وهي عملية تلخيص هذه العمليات بطريقة ميكانيكية كيف أحصل على جدول السي دي اف بصورة مباشرة. إذا الآن ننتقل إلى أعزائي الطريقة الثانية، هو أن ممكن أنا أعبر عن دالة البي دي اف بهذا الجدول. هذه دالة البي دي اف، هذه الجوينت البي دي اف اوف للاف اوف اكس وواي، او جوينت بي دي اف للاكس والواي. الان هذه هي الدالة لما تكون 1 1، الزوج المرتب 1 1، هي 1/16، 1/2، 1/16، 1/3، 1/16، 2 1 0، 2 2، 2/16، وهكذا. هذا جدول البي دي اف ترجمناه الى هذه الصيغه، يعني الجدول السابق ترجمناه الى هذه الصيغه. الان ايضا ممكن اللي حتى استفاد منه في خطوه لاحقه اقدر بسهوله الان اطلع داله المارجنال بي دي اف للاكس، مثلا الاف اوف اكس ما عليه الا ان اجمع الصف 1/16 1/16 1/16 اربع مرات، راح يصير عندي 4/16. هنا 0+2+1+1 يعني يصير عندي 4/16 مجموع الصف، وهنا ايضا عندي 4/16، وهنا ايضا راح يصير عندي 4 لان 0 0 0 4/16 مجموع هذه القيم. عندي مجموع اجمع الصفوف بالنسبه للاعمده، هنا راح يصير عندي 1/16+0 0 راح يصير عندي 1/16، وهنا 1/16 و2/16 راح يصير عندي 3/16، هنا 1/16 1/16 و3/16 راح يصير عندي 5/16، هنا 1/16 و1/16 3 يعني راح يصير 3/16 و4 راح يصير عندي 7/16. المهم مجموع خط افقي وعمودي راح يصير عندي المجموع هنا كله 1. الان نركز على الطريقه الجديده اعزائي. الطريقه الجديده قلنا كل واي اقل من الصفر وكل اكس من الصفر القيم اللي مقابلهم الصف الاول والعمود الاول راح تكون قيمه كلها اصفار، القيم كلها راح تكون عندي اصفار بهذا الشكل. وهنا ايضا هذا الصف الاول والعمود الاول لانه كلها راح تكون عندي هنا الواي اقل من الواحد وهنا الاكس اقل من الواحد، كلها راح تكون عندي كلها اصفار بهذا الشكل. ناتي الى الاكس الواي، هذا الواي سوري الواي اقل من 2، الاقل من 2 اكبر او تساوي 1، اذا الواي تساوي 1 الاكس تساوي 1، نجي الى 1 1 ناخذ نقتطع هذا المربع، هذا المربع اللي هي الواي 1 الاكس 1، فالقيمه مالته ايش قد؟ 1/16.
الآن. هذه القيمة يعني الواي تساوي 2 والإكس تساوي إجقد 1. الإكس تساوي 1 الواي تساوي 2. هذه هي الواي تساوي 2 والإكس تساوي 1. هذا مجموع المربعين 1/16 و1/16 راح يصير عندي 2/16. طريقة سهلة، 2/16 طريقة سهلة ومضمونة ونتائجها دقيقة جدا. الآن لما يصير عندي الإكس شوف الإكس لا زالت عندي 1، هذا الإكس لا زال عندي 1، هذا القيم يعني تناظر لهذا الصف. سوري الآن بس أعدلهم هنا، يعني هنا هي عندي القيم 1/16، هنا عندي 2/16. إذن وصلنا الآن إلى الإكس يساوي 3، هذا الإكس الواي يساوي 3 والإكس يساوي لنا 1 والإكس هذا يساوي لنا 1. إذن إيش راح يصير عندي؟ 3/1 هذه المربعات الثلاثة، نجمع هذه المربعات الثلاثة نجمعهم راح يصير عندي 3/16. لما الإكس يبقى لا زال الإكس 1 بس الواي ايش قد يساوي لي؟ يساوي لي 4. فبهالحالة راح يصير عندي مجموع الصف الأول بالكامل، مجموع الصف مستطيل الصف الأول اللي راح يصير عندي 4/16. الآن ننتقل معاكم إلى المربع الآخر. الآن لما الإكس راح يساوي لي 2، هذا الإكس يساوي لي 2 والواي يساوي لي 1، هذا الواي 1 هذا الواي يساوي لي 1 والإكس يساوي لي 2 والإكس يساوي لي 2. إذن فأجمع هذا المربع بهذا الشكل، الإكس 1 كل قيم عندي بهذا المربع راح يصير عندي 1/16 بصفر، راح يصير عندي 1/16 بصفر راح يكون عندي بهذا الجانب. لما الاكس هسه 2 والواي يصير عندي 2 يعني 2 2، الواي 2 هذا والاكس 2، راح اجي اقتطع هذا المربع واجمع كل القيم اللي بداخل هذا المربع 1/16 و1/16 و2/16 راح يصير عندي 4/16. الان الاكس لا زال 2 والواي 3، اذا هذه الواي 3 والإكس 2 هذه هي القيم، راح يصير عندي 1/16 و1/16 ثلاث مرات في الصف الأول، و1/16 راح يصير عندي 4 و2/16 راح يصير عندي 6/16 بهذا الحالة. الآن الإكس لا زال يساوي لي 2 والواي يساوي لي 4، راح يصير عندي مجموع هذه المربعات بالصفين الأول والثاني، مجموع كل المربعات بالصفين الأول والثاني اللي الصف الأول ب 4/1/16 يعني يصير عندي 4/16، والصف الثاني ب 2/16 يعني صار 6/16 و1 7/16 و1 8/16، هذا القيمة راح تكون عندي 8/16 قيمة هذا المقدار. الآن نأتي لما الإكس يساوي لنا 3، هسا الإكس يساوي لنا 3 الواي راح يساوي لنا 1، الواي يساوي لنا 1، إكس 3/1 يعني راح أجمع هذا المربع بارتفاع الواي بهذا الشكل ارتفاعا مع الواي، نجمع هذا المربع اللي هي بس فقط ب 1/16 والباقي أصفار، إذن راح تكون عندي النتيجة 1/16. نأتي لإكس لا زال 3 والواي ياخذ 2، هذا الواي يساوي 2 نقتطع منه ونروح إلى الإكس يساوي 3، فراح تصير عندي 6 خلايا اللي هي 1/16 1/16 0 2/16 0 0، مجموعهم راح يكون عندي 4/16. زين الآن لما الإكس 3 والواي 3 راح نقتطع هذا المربع 3/3 بهذا الشكل ونجمعه مع هذا الشكل بهذا الاتجاه، راح يصير عندي ثلاث خلايا في كل صف، راح يصير عندي 9 خلايا 1/16 و1/16 3 من الأول وصفر و2/1 و3 من الثاني، صار عندي 6 و3/16 فقط بالصف الثالث لأن الباقي أصفار، راح يصير عندي 9/16. اما الحاله الاخيره بالنسبه لهذا الصف الاكس 3 والواي 4، راح يصير عندي مجموع هذا المستطيلات، يعني راح يصير عندي اربع مربعات بالاول، اربع مربعات بالثاني، واربع مربعات بالثالث، الاول مجموعهم 4/6،
والثاني مجموعهم 4 على 16 سوري مو على 6 يعني راح يسدد 8 على 16 والصف الثالث راح يجي 4 هم ايضا 3 1 4 على 16 راح يصير عندي 12 على 16 بقى عندي فقط الصف الاخير الصف الاخير شو راح نحسبه لما الاربعه الاكس يساوي 4 والواي يساوي عندنا 1 راح يصير عندي بهذا الشكل المربع راح يصير عندي منا بهذا الاتجاه نجمع هالشكل اذا عندي كل اصفار الخلايا الاسفل ما عدا الخليه الاولى 1 على 16 راح يصير عندي 1 على 16 الاربعه الاكس 4 والواي 2 هذا الواي 2 وهذا الاكس 4 كل يعني الخلايا راح يصير عندي اربع خلايا بالعمود الاول واربع خلايا بالعمود الثاني 1 على 16 و1 على 16 و2 على 16 4 على 16 والباقي اصفار اذا راح يصير عندي 4 على 16 الان لما يكون عندي 4 بثلاثة هذا هو الثلاثة بالواي و4 بالاكس راح يصير عندي مجموع اول اربعة اعمدة فالعمود الاول 1 على 16 والعمود الثاني 3 على 16 صار 4 على 16 والعمود الثالث اللي هو 5 على 16 راح يصير عندي 9 على 16 يعني هنا راح يصير عندي 9 على 16 4 على 4 يعني مجموع كل خلايا الجدول مجموع كل خلايا الجدول 100% احنا نجمعهم يصير 16 على 16 وراح يكون عندي المجموع 1 اذا بهذه الطريقه اثبتنا انه كيفيه ايجاده بطريقه سهله ويسيره بالنسبه لنا اذا الان 2 نشيك فقط مثلا هذا القيمه نعيد لكم هذا القيمه لما تكون عندي الاكس اكبر او تساوي الواحد يعني الاكس واحد قلنا هذا هو الاكس يساوي واحد والواي يساوي لنا 2 راح يكون عندي بهذا الشكل هو الواحد والواحد يساوي لنا 2 على عفوا هذه قيمه يصير 2 على 16 الاكس واحد والواي 2 وهكذا اذا بهذه السهوله قدرنا نوجد القيم جميع قيم الجدول بالنسبه للسي دي اف وهذه الطريقه اقول لكم اقدر اقول اني اكتشفتها او انا مقترحها لكم لتبسيط الحل من يجيد الحل بهذه الطريقه او يجيد الحل بتلك الطريقه الطريقتين مقبوله وتعطي الى نتائج مضبوطه اذا الان عندنا داله السي دي اف بالنسبه للمارجينال اكس ومارجينال واي اذا داله السي دي اف راح تكون عندي تساوي الاف اوف اكس راح تساوي لنا قلنا هي عباره عن البروبابيلتي اوف اكس ليس ذان اور ايكوال اكس وقلنا هي عباره عن مجموع قيم اليو اللي تساوي لنا من بالنسبه لنا راح ناخذها مباشره هنا اليو تبدا عندي من الواحد للاكس الاف اوف يو وهنا بالنسبه لنا احنا الاف اوف يو هي هذه الداله الاف اوف يو اللي هي الاف اوف اكس منين حصلناها؟ حصلناها من هذا الجدول السابق اللي جدول اللي حصلنا 4 على 16 4 على 16 لكل قيمه من القيم بالنسبه لاكس لما تساوي لنا. اذا الان عندي الاف اوف الاف اوف اكس عندنا 1 على 4 اذا داله السي دي اف هي داله تجميعيه الاف اوف اكس اللي راح تساوي لنا هسه لما تكون عندي القيمه اكس هي اقل من اقل قيمه ولما تكون عندي الاكس هي اكبر او تساوي الواحد واقل من القيمه التي تليها والاكس اكبر او تساوي الاثنين واقل من القيمه التي تليها اللي هي 3 والاكس اكبر او تساوي 3 واقل من القيمه التي تليها 4 واكس اكبر او تساوي القيمه الاخيره اللي هي 4 اذا قلنا دائما تبدا بقيمه الصفر لان هي ما معرفه على اقل من الواحد وهنا لما تساوي لنا واحد هي قيمتها 1 على 4 يعني 1 على 1 على 16 سوري مو يمكن 1 على 4 لا 1 على 16 4 على 16 سوري هذه الداله هذه الداله هي عباره عن 4 على 16 وليس 1 على 4 وممكن تكون هي هم ايضا 1 على 4 بنفس ماكو مشكله بها اذا هنا ايش راح يصير عنده اذا اختصرنا ايضا هي 1 على 4 راح يصير عندي هنا 1 على 16 ال 4 على 16 القيمه الاولى والقيمه الثانيه راح يصير عندي 4 على 16 و 4 على 16 راح يصير عندي 8 على 16 وهنا 8 على 16 و 4 راح يصير عندي 12 على 16 ونضيف لها 4 الاخيره راح يصير عندي 16
على 16 ويساوي لنا 1، هذه دالة السي دي اف بالنسبة للاكس. أما دالة السي دي اف بالنسبة للواي راح تكون عندي كالآتي أيضا، لما هنا الواي تكون عندي أقل من الواحد، والواي تكون عندي أكبر من الواحد وأقل، أكبر أو تساوي الواحد وأقل من الاثنين، الواي أكبر أو تساوي الاثنين أقل من الثلاثة، والواي أكبر أو تساوي الثلاثة وأقل من الأربعة، والواي أكبر أو تساوي الأربعة. كنا هنا راح دائما تكون صفر لأن ما معرفة على أقل من الواحد، وهنا القيمة الأولى اللي هي 1 على 16، وهنا راح تكون القيمة الأولى والثانية اللي هي 1 على 16 و 3 على 16 4 على 16، وهنا راح تكون عندنا القيمة الأولى والثانية والثالثة اللي هي 1 و 3 4 و 5، راح يصير عندي 9 على 16، وهنا راح تكون عندي مجموع كل القيم اللي هي 1 زائد 3 زائد 5 زائد 7 على 16، راح يصير عندي 16 على 16 ويساوي لنا 1. وبهذا نكون وصلنا إلى دالة السي دي اف للمارجينال كل من اكس وواي، وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية حل هذا المثال. نلتقيكم إن شاء الله بمثال آخر على في حالة أنه الاكس والواي يكونون كونتينيوس. فإلى اللقاء.